السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل.com. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي. نبدأ من الفقرة الأولى، المقاطع المتداولة. نصب الشهيد العراقي هو نصب تذكاري صممه النحات العراقي إسماعيل فتاح الترك عام 1983، يقع في العاصمة العراقية في جانب الرصافة من بغداد. بني هذا النصب تخليداً لذكرى الجنود العراقيين الذين استشهدوا في الحرب الإيرانية العراقية، ومع ذلك يعتبره العراقيون اليوم بشكل عام إحياءً لذكرى جميع شهداء العراق. هذا النصب تشرف عليه بعد الاحتلال جهة تعرف بمؤسسة الشهداء بحسب ناشطين عراقيين، لكنها ولأنها جزء من حكومات الفساد تعمدت تشويه هذا النصب وإهماله رغم أهميته لدى أغلب العراقيين، إلا أنها تسير على خطى من نصبوها في تشويه تاريخ العراقي ومحوه. الآن مشاهدينا الكرام، دعونا نشاهد بداية الإهمال الذي شمل جميع مرافق النصب الذي يعاني من تخريب متعمد بسبب عدم تنظيفه وتكسر البلاط بسبب عدم وجود صيانة دورية له. لنشاهد. الإهمال يأخذ جميع مفاصل هذا النصب من ناحية التنظيف ومن ناحية عدم صيانة الاحتياجات المهمة والأساسية اللي تعتبر هي من المرافق الخدمية لهذا النصب الكبير والعملاق. نستمر مع هذا الموضوع. قد يرى البعض بأن هذه لقطات طبيعية في العراق، لكن دعونا نشاهد الكارثة الحقيقية التي أصابت نصب الشهيد. تداول مدونون ومغردون صورا ومقطع فيديو من داخل نصب الشهيد تظهر تخريبا متعمدا طال جدارية أسماء من بذل الغالي والنفيس في سبيل الوطن في حرب الثمانينيات مع إيران من أبطال الجيش العراقي الوطني السابق. هذا التخريب الذي قامت به مؤسسة الشهداء وفقا لرواد مواقع التواصل الاجتماعي كونها هي من يشرف على إدارة النصب حدث بعد وضع تأسيسات كهربائية على الجدارية لفلتر تنقية مياه الشرب وتأسيسات مكيفات الهواء، الأمر الذي أثار غضب العراقيين حول هذه الاستهانة التي جاءت متزامنة مع تصريحات سياسية انتقصت من كرامة الشهداء. هذه التصريحات قوبلت بحملة واسعة للتعريف بتضحيات شهداء العراق ردا على ذلك. الآن دعونا نشاهد هذه اللقطات، مقاطع مصورة تثبت ما تحدثنا به. هنا نصب الشهيد، هاي من الشهداء، لاقي عليها كابينات وسبالت ضيعين. هنا نصب الشهيد، هاي من الشهداء، لاقي عليها كابينات وسبالت ضيعين. كما تلاحظون مشاهدينا الكرام، في بلدان كثيرة حول العالم حقيقة من يقدمون تضحيات في سبيل وطنهم وفداء لبلدهم وحماية لشعبهم وأرضهم، هناك أمثلة كثيرة. دول محيطة بنا تعتمد الاهتمام بهذه الجوانب المهمة بحياة الشعوب، جزئية الشهداء والتضحيات وما يقدمه ابن البلد في سبيل الحماية والدفاع عن بلده. نراها أمثلة كثيرة موجودة في تركيا، موجودة في دول محيطة بنا، وتحديدا عندما نتحدث عن الدول التي خاضت صراعات، حروب، نزاعات وغيرها. لكن في العراق يتم التعامل مع من قدموا تضحيات طيلة سنوات ودافعوا عن العراقيين، أعراض العراقيين، أرض العراق، سماء العراق، نراهم يتعاملون مع الجدارية التي تخلد أسماءهم بهذه الطريقة، سبيل مياه وفلتر مياه ونقاط كهرباء. خفت أسماء أشخاص قدموا تضحيات وفدوا أرواحهم ودماءهم وأنفسهم في سبيل هذا الوطن وفي سبيل دحر خطر إيران الإرهابية عن العراق وأبناء العراق.
والذين اليوم يشاهدون مدى إجرامها وانتهاكاتها بحق أبناء الشعب العراقي. دعونا الآن نتابع بعضا من التغريدات مشاهدينا الكرام التي وردت بشأن هذا الموضوع في موقع تويتر بوسم نصب الشهيد. سارة تقول: هذه الصورة أوجزت حكم الخونة للعراق لمدة 19 عاما. لا ألومكم على ما فعلتموه بأسماء شهداء العراق، لأنهم أذاقوكم وأذاقوا أربابكم الويلات حينها. ستنتهون إلى مزبلة التاريخ، لابد أن يأتي يوم وتنتهون وتكون نهايتكم كنهاية من سبقكم، ويمكن أسوأ من ذلك. رولا تقول: لوحة أسماء الشهداء في نصب الشهيد في بغداد، كل اسم في هذه اللوحة يعود لجندي شهيد في حرب العراق وإيران، لكن الإهمال وصل بنا إلى تعليق فلتر ماء وكهرباء على نصب تذكاري وأثري. إلى أين يمتد هذا الاستهتار؟ شنو قحط أماكن؟ إش بقيتوا ببغداد يعتب عليكم؟ في تغريدة من دانيا تقول: تشويه جدارية أسماء الشهداء في نصب الشهيد ببغداد، هؤلاء الشهداء وقفوا ضد الهجمة الإيرانية على العراق، هكذا يقوم عملاء إيران بالتجاهل والقيام بأفعال دنيئة. عمر يقول: آخر تغريدة لدينا: نصب الشهيد جدار أسماء الشهداء يتم العبث فيه من مغول العصر وعاهات الزمن الذي ابتلينا في هذا الزمن. تخيل شعور عائلة الشهيد عندما تعرف أن اسم ابنها في نصب الشهيد غطاه فلتر مياه أو نقطة كهرباء في عصر المغول. ننتقل وإياكم الآن مشاهدينا الكرام إلى المقطع الثاني لدينا في هذه الفقرة، إلى ملف القطاع الصحي في العراق. منذ 19 عاما والقطاع الصحي في العراق في تراجع مستمر رغم كل الموازنات والتخصيصات المالية لوزارة الصحة خلال الحكومات المتعاقبة، إلا أن الواقع المتردي للمستشفيات الحكومية يبين أن كل هذه الأموال ذهبت لجيوب الفاسدين وأجبرت المواطن البسيط إلى الذهاب للقطاع الخاص والمستشفيات الأهلية لغرض العلاج والتداوي. ناشط من محافظة البصرة وجه رسالة من أمام مستشفى دار الشفاء الاستثمارية بقضاء الزبير إلى وزير الصحة، تحدث فيها عن اتفاقيات بين أطباء في المستشفيات الحكومية لتحويل المرضى إلى المستشفيات الأهلية مقابل عمولات ونسب مالية معينة. لنستمع. أنا اليوم أريد أحكي حكاية إلى وزير الصحة، وزير صحة العراق العامة. وزير الصحة، أنت تدري بمستشفياتك العامة قاعد تحول المرضى إلى المستشفيات الخاصة باتفاق؟ مبين الشغلة علني، مبين الشغلة علني. إحنا اليوم بالبصرة، مستشفيات البصرة العامة جاي تحول من المستشفى العام إلى المستشفى الخاص باتفاقيات، مبالغ هائلة ومبالغ طائلة. مستشفيات الخاصة قاعد تاخذ من العراقيين ومن الفقراء أرقام وأسعار خيالية بالملايين، أقل عملية من 5 مليون وفوق. الفقير شو يسوي؟ الما عنده شو يسوي؟ ينجبر اليوم المريض والحالة الطارئة تجي للمستشفى العام، يقول له لا والله مو بيدنا وما عندنا. والمستشفيات العامة ما تقدر على قولتهم تسوي لك أبسط عملية، أبسط عملية ما تقدر تسوي. مستشفيات تنصرف عليهم بالمليارات، زين لو لا؟ أبسط عملية ما تسوي، تحولك إلى مستشفى خاص، والمستشفى الخاص شو يسوي؟ يصلبك صلب، يحطك على صليب ويصلبك. يا وزير الصحة، يا محافظ البصرة، يا مدير الصحة العامة دكتور رياض، يا مدير الصحة البصرة أستاذ عباس التميمي، وينك عن هاي المستشفيات؟ إحنا اليوم بالزبير، إحنا اليوم بالزبير، عندنا مستشفى دابين عليه فوق 70-80 مليار ما اشتغل لحد الآن. والمستشفيات الخاصة اللي وراي هاي اشتغلت زين لو لا؟ وعندي عملية هسه لقوي، الله وكيلكم، ربع دينار ما طيحوا، 6 ملايين دينار دقة واحدة دقيتهن. نبقى مع نفس الموضوع مشاهدينا الكرام وننتقل إلى مقطع آخر لدينا. اتهم والد أحد الأطفال المرضى وزارة الصحة الحالية والجهات الصحية المعنية باعتمادها المحسوبية وتجاهل مناشداته المتعلقة بعلاج طفله.
أشار إلى أن هذه الجهات ربطت إمكانية تقديم العلاج لطفله مع إقرار الموازنة العامة. دعونا نشاهد. أخوان السلام عليكم، هذا ابني طلع من بطن أمه وتشوه بقلبه وشرايين مسدودة وفتحتين وناسور وصمام، وهسه عايش على الله وعلى الأكسجين. الدكتور اللي اكتشف حالته قال عمه هذا لازم يسفرونه بأسرع وقت، حالة إنسانية. رحنا لوزارة الصحة قالوا كملونا الإجراءات، كملنا الإجراءات على حسب الأصول. من رحنا لهم قالوا لنا يا بعد الموازنة زين أدره، هو مشاريع بنى تحتية، بناية مال مستشفى ورابطينها بالموازنة زين، غير أرواح عالم وغيرنا آلاف عالم واقفة من وراء هاي الشغلة، ليش تربطون المريض بالموازنة؟ هاي حالة استثنائية عمي. ناشيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الناشيد محمد البياتي، انت يوميا ملتقي لك بواحد وما تقصر، لا تقصر ويانا هالمرة. رحمة الوالديكم، وزارة الصحة ما بيها أمل إلا عندك واسطة قوية يا الله، لأن من تروح لهم ما كأنه ما روح بشر. أدرى عن موازنة شون يعني شون أتاني بعد سنتين ما شكلت حكومة، يموت ابني وبرقبتكم إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، قبل أن ننتقل إلى التعليقات، تواصلت معي عائلة عراقية تعيش في كندا، أخبرتني بقصة قصيرة سأسردها لحضراتكم. هذه العائلة هاجرت إلى كندا، لديهم طفل، لديه مشكلة صحية مزمنة. في يوم من الأيام حدثت انتكاسة وعكة صحية لهذا الطفل، قاموا بالاتصال بالإسعاف الكندي، وصل الإسعاف بعد 5 دقائق فقط من لحظة الاتصال. أخذوا الطفل إلى المستشفى قسم العاجل، عالجوه واستقرت حالته الصحية. جاءت إدارة من المستشفى مع مجموعة من الأطباء، دخلوا إلى غرفة الإسعاف، غرفة العلاج، واعتذروا من عائلة الطفل المريض اعتذار شديد جدا، وقالوا لهم نحن آسفون لأننا تأخرنا دقيقتين، كان من المفترض أن نصل خلال 3 دقائق فقط، لكن بسبب الثلوج الكثيفة تأخرنا لدقيقتين فقط، ولذلك العلاج كامل مجاني، الدواء الذي يصرف للطفل مجانا، مع تقديم هدايا كنوع من أنواع الاعتذار إلى عائلة هذا الطفل، ضمنها ألعاب أطفال وغيرها، في سبيل فقط توصيل رسالة أن حياة الإنسان مهمة، وهم غرباء في بلد غريب، لكن أبناء هذا البلد ينتظرون المحاصصة الطائفية والتوافقات السياسية والحزبية والفئوية والمناطقية والفساد يتفقون مع بعض لكي يعطوا الفتات لأبناء هذا البلد الذين يستحقون خيرات بلدهم. دعونا نتابع بعضا من التعليقات. علي فاضل يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، رب العالمين أرحم من هاي الحكومات الكل شيء ما وراها. جعفر يقول اللهم الشفاء العاجل له إن شاء الله، الله ياخذ حقك من هيك حكومة وهيك مسؤولين. مصطفى يقول الله يساعدك ويشافيك، أهل الغيرة هواي، بس لا تناشد الحكومة لأن ملتهية تدز مساعدات للدول. وفي آخر تعليق لدينا من جنة تقول أنت لو ابن مسؤول كان سفروك للخارج، الله يشفيك ويعافيك. ننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى موضوع آخر لدينا، إلى الملف الثالث من هذه الفقرة، وتحديدا إلى الواقع البيئي في العراق، وتحديدا أيضا إلى محافظة البصرة، حيث وثق مواطن بصري حال نهر الخورة في شارع الوفود الذي تحول إلى ممر للمياه الثقيلة من مختلف المناطق المركزية، إذ ترمى مخلفات التجاوزات جميعها في هذا النهر مباشرة والذي يصب في شط العرب. لنشاهد. السلام عليكم، احنا هنا بشارع الوفود بجسر مال الخورة، هنا حاليا هاي المستشفى الجديدة جاي تنبني، وهذا حاليا الشط. يا ناس يا عالم شوفوا هذا الماي المجاري اللي جاي يصوب، مال هاي المناطق، مال الجزائر، ما جزائر، وين يصوب؟ بنهر الخورة، ويروح الشط العرب ويسحبونه من شط العرب يدزونه انه ماي. وين المحافظ اسعد العيداني؟ خليه يجي يشوف هذا التلوث، خليه يجي يشوف هاي الجراثيم،
اللي جاي تنزل، الماي الثقيله، المياه الاسنه، وهاي هسه احنا هاها بشارع الوفود وين جاي يفلشونه. خليني اراويكم، وهذا الفندق حاليا الجديد. في نفس الموضوع مشاهدينا الكرام، وننتقل الى مقطع اخر ايضا في محافظه البصره، حيث وثق مواطنون حال منطقة الخميسية في دور النفط بمحافظة البصرة، والتي تعاني من التلوث وطفح المجاري وسط الأحياء السكنية. لنشاهد. السلام عليكم. هاي المنطقة الخميسية، صحيح منطقة تجاوز بالبصرة، بس شوفوا عيشتهم. احنا في عراق 2022، وهذا الشعب العراقي، أهل البصرة أهل النفط وأهل الخير. شوفوا النفايات، شوفوا الوساخة. السلام ورحمة الله وبركاته. هسه اوديكم اراويكم هناك، شوفوا بعد مقاطع ترضى لها. هسه هذا المكان اللي موجود هسه احنا حاليا به، يعني حتى الحيوانات يكرم المشاهد ما يقدر يعيش في هيك مكان، كلها امراض واوبئة وريحة مو طبيعية. هاي حال العراقيين او اهل البصرة. شوفوا هذا الجزء الثاني هنا هسه حاليا، هنا نفايات، خدمات ماكو، هاي كلها نفايات، كلها نفايات. هاي منطقة سكنية، خدمات ماكو، ما حد يوصل لهم. دعونا الآن مشاهدينا نتابع التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع في موقع فيسبوك. جميل يقول: ما حد يهتم بالموضوع ولا يهمهم ولا يمهم ولا يجي على بالهم. عادل يقول: خربوها للبصرة مع كل الأسف. وفي تعليق لدينا من أبو رباب يقول: حجي، هي بس هاي البصرة؟ كلها كوارث وأمراض. رياض يقول: لا حياة لمن تنادي، والله شيء محزن جدا، هذا قتل جماعي للبصرة، حسبي الله ونعم الوكيل. ننتقل الآن إلى آخر مقطع لدينا في هذه الفقرة مشاهدينا الكرام. وثق أحد ناشطي مدينة الناصرية حال الجسر الحولي الذي وصل للمراحل الأخيرة من تنفيذه، وتوقف العمل فيه منذ عدة أشهر بسبب شخص متنفذ قام بالتهجم على الشركة المنفذة والعاملين فيها وضرب بعضهم بل وهددهم، وذلك تم بعلم قائد شرطة ذي قار. هذا الشخص يدعي أن الأرض ملك له. قامت الشركة برفع دعوى قضائية على هذا الشخص وتم التوقف عن العمل. استمر تهديد هذا الشخص المتنفذ للذين يعملون في الشركة في مشهد يختصر حجم الفوضى التي تعاني منها محافظة ذي قار. لنشاهد. أهلنا وأخواننا من الناصرية. هذا الجسر الحولي اللي يربط تقاطع الشبايش بمنطقة المنصورية، وإن شاء الله بالمستقبل راح يخفف الزخم والازدحام بهاي المدينة. حاليا متوقف العمل به بسبب شخص يدعي انه له حق بهاي القاع، اسمه احمد خلف ال بطي، وموقف المشروع وموقف الشركه، ما اعرف شنو الاسباب. قائد الشرطه الظاهر ما يقدر يحكي وياه، ومخلصها ويا عشاير وعيني واغاتي. فانا ارد ادعو اهل الناصريه يقبلون بهذا الوضع، يقبلون الشرفاء بهذا الوضع. مو هاي مدينتكم، ما تخافون عليها، ما تقولون انه هذا باشر عقبه يفيدنا هذا المشروع. دعونا الآن مشاهدينا الكرام نتابع ما ورد من تعليقات بشأن هذا الموضوع. في تعليق من صائب يقول: إخواني ترى هاي كارثة، مشروع عملاق يوقف شخص. في تعليق من علاوي يقول: وينكو قانون بالناصرية؟ أيضا عزيز يقول: حكومة حرامية ونشالة، وإلا ما وصلنا لهذا الوضع التعبان. وفي آخر تعليق من المرتضى يقول: عمي ماكو لا قانون لا قضاء لا شرطة بهالمحافظة، لو جبناء لو منتفعين. كانت هذه جزءا من التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. نراكم بعد قليل. أهلا بكم إلى فقرة إنفوغرافيك. في الذكرى 19 لبدء الغزو الأمريكي على العراق عام 2003 تحت مزاعم امتلاكه أسلحة دمار شامل، سلط قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية الضوء على تداعيات الاحتلال الأمريكي للعراق. دعونا نشاهد.
الآن مشاهدينا الكرام مع فقرة صندوق الوارد، لدينا هذه الرسالة وردتنا، دعونا نقرأها لحضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرجو إيصال هذه المناشدة إلى رئيس ديوان الوقف السني. نحن مدرسين محاضرين تابعين إلى الديوان، نعمل مجانا في مدارس الوقف السني منذ سنوات، نأمل أن يتم تحويلنا إلى عقود أسوة بمحاضري وزارة التربية والوقف الشيعي. بإمكان حضراتكم مشاهدينا الكرام أن ترسلوا لنا ما ترغبون بعرضه عبر شاشتنا من خلال منصاتنا الإلكترونية المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي المعتمدة التابعة لقناة الرافدين الفضائية. نراكم بعد قليل. مشاهدينا الكرام، في الذكرى 19 لبدء الغزو الأمريكي على العراق عام 2003 والذي شهد انتهاكات ارتكبها الاحتلال الأمريكي بحق الشعب العراقي ودمر البنى التحتية وقتل الأبرياء واعتقل الشباب وهدم المنازل على رؤوس ساكنيها وأرجع العراق عقودا إلى الوراء وسلمه لإيران على طبق من ذهب لتعبث به كما تشاء هي وأدواتها، استذكر مغردون عراقيون بألم وحسرة هذه الذكرى الأليمة عبر وسم احتلال العراق التي أنهت العراق كدولة وجعلته حديقة خلفية لإيران وميليشياتها. لنتابع بعضا من التغريدات. سلسبيل تقول: الجريمة التي لا تغتفر، العار للمؤيد والمشارك، العار لمن قابلها باسم تحرير، تتحملون ذنب الدماء التي سالت ولا زالت تسيل، تتحملون ذنب وطن دمر وملايين المهجرين. أيوب يقول: مثل هذا اليوم أتوا من يدعون بالوطنية ومقاومة المحتل على ظهور الدبابات لاحتلال العراق، باعوا أرضهم من أجل كرسي، وبعد أن انسحبوا بفضل شهداء العراق الأبطال أخرجوا رؤوسهم ليتبجحوا بالنصر وأنهم هم من طردوا المحتل، سيبقى يلعنكم التاريخ إلى الممات. تغريدة لدينا من حمزة يقول: اليوم الذكرى 19 لبداية الاحتلال الأمريكي الغربي الإيراني للعراق، أكثر من 35 دولة تشارك في العدوان على وطننا المفدى، ضربت الأعراف الدولية وكل القيم الإنسانية، سلموا العراق لعصابات وقتل مجرمين ومنحوا العراق لإيران، نحن لن ننسى كل من شارك بتدمير العراق، سيدفعون الثمن غاليا. عبد المجيد يقول: في مثل هذه الليلة عام 2003 بدأت عملية غزو واحتلال وتخريب العراق في 20 مارس، القرار الذي كلف العالم الكثير وتغيرت بعده خارطة الشرق الأوسط وتغير العالم، ليلة مشؤومة أنهت العراق كدولة. مشاهدينا الكرام، كانت هذه جزءا من التغريدات التي وردت بشأن هذا الموضوع. بهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.